السلام عليكم، معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. زين، الطريقه الثانيه، اذا انت بغيت تسمع عزفك على اغنيه معينه، انك انت تدخل عزفك على اغنيه مطرب او مغني، او حتى انك انت تسمع صوتك بعزفك وانت تغني بعد، يعني انت تعزف في نفس اللحظه على اغنيه مطرب وانت تغني بصوتك. هاي الطريقه تسليب طريقه واحده، توصل المايك، شوف المايك معي، توصله ليل في الكيبورد. زين، تعمل، احنا انا راح اشوف، شغلت المايك بالطريقه هاي، راح احط اي اغنيه. زين، في اغاني طبعا تنزل في اليوتيوب، اغاني مطربين تكون عباره عن موسيقى خاليه، اختار لك واحده من الاغاني. زين، حتى تروم توصل عن طريق البلوتوث، تدق بلاي في الموبايل مالك وتغني وتعزف، او انك انت لازم يكون عن طريق البلوتوث. ما تروم انك انت تدخل الاغنيه في الكيبورد، مثل ما قلت لك ما يعطيك، مجرد ما تدق تسجيل اوديو ما يعطيك انك انت تغني مع المطرب او انك انت تسمع عزفك وانت تعزف، لازم يكون عباره عن يا اوديو ان من برا، يعني تدخل الاغنيه عن طريق الجاك او عن طريق البلوتوث. نسمع معاكم الحين اغنيه، راح اختار اغنية للمطرب الفنان الجميل حمائي اللي هي ما بلاش، بحطها خالي، ما ابغي اغني وياه، بغني بصوتي، وتقدر تحط الاغنية نفسها بصوت المطرب وتغني معه. انا بحطها موسيقى خالية وبعزف وياه بعد عشان يطلع عزفي وصوتي مع الاغنية. تختار الاغنية وكل شيء، تروح على ريكورد، تختار كلمة اوديو اللي هو كويك ريكوردينج، يطلع لك الصفحة، دق على طول. طبعا تختار الفورمات ام بي 3، مختار دايركت انا اسجل ام بي 3، تختار بلاي، شغلي اغنيه حمائي. اسمع، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش تغيب عنا تاني، ما بلاش. قول لي مين يملى حنانك، قول لي قول لي مين حنانك، قول لي مين حنانك، قول لي مين. وقف الأغنية خلاص. زين، بعد ما انت سجلت أغنية كاملة، تي عند الصفحة نفسها تشوف ريكورد، تدعس ستوب، تسجلت باسم اوديو 9. زين، طبعا تسجلت في اليوزر، ما سجلتها في هذا، تطلع من هني، تروح على البلاي، تروح على الاوديو لان سجلنا اوديو، هذه الاغنيه شوف سجلت اوديو 9، تضغط الحين بلاي، شغلي اغنيه حماي. اسمع، كل شيء تسجل. بكذي انت سجلت صوتك وعزفك. تبغي المطرب نفس الشيء، تخليه بحمائي وتدخل وراه انت عزف فنان، يعني صولوهات. بهاي الطريقة تروح على صفحة الاوديو وتتحكم الحين في الاغنية، تبغي ترفعها، تبغي صوتك مثلا، شوف اطلع حكم، اسمع اسمع شو خليته، شوف تتحكم في اغنيتك. وبالطريقة هاي، بهاي الطريقة علمتك كيف تغني مع المطرب وتعزف مع المطرب، وكيف تغني بعد بدون المطرب وبدون العزف مال المطرب. تمام، بهاي الطريقة وصلتك المعلومة، وشكراً.